يما فيك قدم لها ألف ألف مبروك. تحلمهم سعيد ومبارك إن شاء الله. جاية تعيشين حياتك العاطفية وتخربين حياة المهنية؟ نعم حبيبتي نعم، داش علينا بشراع مدافش تبينش. إن شاء الله مبروك وسعيد عليهم بعد. بعدين شو دخل حياتك المهنية بزواجي؟ لا والله تخربطين لي الملفات وتفشليني قدام الناس عادي. أنا ما غلطت بالملفات، أنا رجعتهم قبل ما أعطيك إياهم. بعدين مش هيدا الوقت المناسب. لا تحرجيني قدام القاضي وموكلي هو الوقت المناسب صح؟ أنا أعتبرك إنك خنتي الأمانة وأنت إنسانة غير مسؤولة، وأنتي وحدي معقدة ومريضة نفسياً وجاي تخربي علي. لا عاد لا عاد منيرة، ما أسمح لك تكلمين خطيبتي بهالطريقة. وش تبين يا يهني؟ صدق ما تعرف بقيمة الشيء إلا لما يروح منك. كم زين أنت والحبر اللي حطه فوق راسك. يلا يلا، أنتي ما ينفع معاك إلا الشرطة والقانون، ولا أنا إذا فقدت أعصابي أسوي مشكلة. أقول دادي، مو ملاحظة أنك أنت وايد مهتم حق خالتي علياء؟ ما تحس أن الوضع شوي غريب؟ إيش تقصدين يعني؟ يعني ما تعرفين أن أبوك قلبه طيب؟ هذا حتى لو عدوي يعني طاح وصار في شيء بوقف معه. I know أدري أن أنت قلبك طيب وحنون وأنا كلش ما عندي مشكلة، بس يعني ليش بالذات خالتي علياء؟ ليش؟ الشيء هذا يضايقك يعني؟ لا ما يضايقني، بس يعني أنا اللي قاعدة أقوله أني أنا ملاحظة أشياء غريبة. إي لا لا ما في شيء، ما في يعني مرة بروحها وتحتاج مساعدة، وبعدين يعني النهاية هذه أمري لك وإحنا حسبة أهل. أمري لي يعني بس عشان لأنها أمري لي ها؟ إي لأنها أمري لك. ايش تقصدين انت؟ في بقلبك شيء قولي. لا اسال يعني بس لانها امري لي قلت لي. ايه امري لك. اوكي اقول دادي تطلع مكان اليوم؟ ما ادري. كنتي قريبه ها؟ بس لو حاطة صورتي مكان الهدف كان يبتيها رايد. ليش صورتك؟ أنت موجود؟ لا صلي على النبي معودة، ليش مرة بسلاح ما نبي؟ نسرع ما قالوا لك. إيه دريت. خلصها ولوادم عشان يقولوا لك أنت؟